والنهارده عاملين تحضيرات ومناسبة طبعا رمضان خلاص قرب علينا، فهنعمل تحضيرات حلوة جدا وعاملين يعني حاجات اقتصادية فوق ما تتخيلوا. النهارده الحلقة كلها هشتغل بنص كيلو من اللحمة المفرومة، وهشتغل بنص كيلو أقل كان من نص كيلو فراخ، هوزن معاكم هنشوف الدنيا إيه. هنعمل من الربع كيلو الفراخ وصفتين، يعني حاجتين، كفتة حاتي وكفتة وكرات داود باشا. هنعمل من الربع كيلو الوصفتين دول، وهنعمل من ربع كيلو التانيين بفتيك كداب برضو كمية كويسة، 8 قطع هنعرف نطلع منهم كمية كويسة من جدا من البفتيك الكداب. وهنعمل برضو بنفس الموضوع كده بالفراخ، هنعمل برضو وصفتين حلوين جدا وهيعملوا معايا كمية كويسة. وهنعمل برضو النهاردة حشوات مختلفة من السمبوسك، من غير برضو يعني نشيل اللحمة ونشيل الفراخ، عاملينها من غير لحمة وفراخ خالص، برضو أفكار جديدة ومختلفة تقدروا ان انتوا تنوعوا فيها. طبعا في رمضان احنا عارفين ان احنا دايما بنبقى متعودين ان لازم التلاجة عندنا تبقى يعني عمرانة، تبقى مليانة شوية حاجات كده، بس في نفس الوقت طبعا ناس كتير لما بتكلمني على التحضيرات قلت لهم ان احنا السنة دي هنعملها بطريقة مختلفة، هنعملها بطريقة اقتصادية، بحيث ان انا عايزة الفريزر عندي يبقى مليان والتلاجة مليانة، وتاني حاجة ان انا ما ادفعش فلوس كتير او ما اجيبش طلبات كتير عشان اعمل الموضوع ده. فاحنا بنوازن الموضوعين، يعني لازم التلاجة عندي تبقى مليانة وعمرانة وعندي اكل فيها باستمرار، وفي نفس الوقت ازاي اعمل ده باقل الامكانيات او اقل الكميات اللي ممكن نعملها. النهاردة زي ما قلت لكم نص كيلو من اللحمة المفرومة، هعمل منهم ثلاث حاجات، الثلاث حاجات هتشوفوا الكميات بتاعتهم، كل حاجة فيهم تنفع في يوم لوحده، يعني الثلاث حاجات دي هتكفيني ثلاث أيام بنص كيلو لحمة مفرومة بس، هعمل أكل ثلاث أيام، برضو في نفس الوقت هبقى يعني مش هتحسوا خالص اللي انتم موفرين في حاجة، كمياتها هتبقى كويسة جدا ممتازة. كل الكميات اللي انا هعملها معاكم النهاردة على في الحلقة يعني هي نفس الكميات اللي احنا عاملينها، يعني مثلا هوريكم ان الربع كيلو ده عمل كام قطعة او كام واحدة كفتة او الكلام ده كله هتشوفوه قدامكم عشان تبقوا شايفين ان الموضوع مش هيعمل كمية قليلة. تمام، اكلة كويسة، نحط الكلام ده في الفريزر بقى، نطلعه مرة مع مكرونة، نطلعه مرة نعمل بشاميل، يعني نحاول كده نعمل أفكار جديدة ومختلفة عشان نعمل الموضوع ده. برضو نفس القصة في الفراخ، برضو مستخدمة كميات قليلة جدا عشان نعمل برضو منها وصفات، وهنعمل برضو طبعا التحضيرات برضو الأيام اللي جاية هتشوفوا ان احنا هنعمل حاجات حلوة جدا وحاجات موفرة، حتى في الحلويات برضو ان شاء الله هنشتغل على كل ده عشان يبقى مناسب لكل الناس اللي بتتفرج علينا. النهاردة بالفراخ اللي موجودة عندي هعمل كفتة بطاطس بالفراخ حلوة جدا، هعملها كده يعني هتبقى طعمها في منتهى الجمال وهنحبشها مع بعض. وهعمل البانيه الكداب، بانيه الكداب هنعمل بانيه زي اللي احنا بنجيبه من عند الراجل ده، بس هنعمله بكمية قليلة جدا، يعني بصوا صدر الفرخة ده انا هعمل منه كمية كويسة جدا من البانيه الكداب بتاع الفراخ. خلاص البانيه انا عارفة اسعاره بقت عالية، فاحنا بنحاول ان احنا نوفر، مش معنى كده ان في النص ممكن تعملوا حاجة مثلا معينة، انا كل اللي انا بعمله ده انا عايزه الفريزر عندك يبقى مليان اخر الشهر، في نص الشهر مع الموضوع مش سعفك ان انت تشتري حاجه تانية، كل الكلام ده هيخليكي توفري وقت ومجهود ويبقى عندك دايما الفريزر عمران. تعالوا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نعمل وصفاتنا الحلوه، استنونا.